الباطل يحتاج إلى السلاح، الباطل يحتاج إلى السلطة السياسية، الحق هو غني بذاته. ولذلك احنا نقول في وفاة رسول الله لابد نذكر هذه الحقيقة. وأنا عندي دعاء للسنة أدعوهم إلى التشيع. التشيع هو طريق الجنة، التشيع هو مذهب الحق، هو الإسلام الحقيقي، منهج أهل البيت. ما أتاكم الرسول فخذوا هذا. أبو بكر عمر نهبوا اغتصبوا الخلافة من علي بن أبي طالب، ومن بعدهم عثمان اغتصبوا الخلافة، ومعاوية حارب عليا، وعمر جر عليا من رقبته بالحبال. قل لي تاريخ، لا أقول هذا التاريخ يثبت الحقيقة. وكسر ضلع الزهرة. لذلك احنا لا عدالة الصحابة ولا هم يحسن عندنا أهل البيت. واللي يريد يجادلنا ويقول أنتم تسبوا هذه رموزهم، ما أدري أنت اللي جي تقول، لأن تحصل بعض الأصوات من الشيعة يقول رموز، عمي رموزك دافع عنهم، يسبوا أبو طالب، يسبوا أبو الرسول، يسبوا أبو الرسول، يتهمون بالكفر، هذا مسب لهم كفر، تهمهم بالكفر يعني النار. لا، أبو طالب قالوا في ضحضاح من نار، أعوذ بالله. يعني أبو بكر وعمر في الجنة وأبو طالب في ضحضاح من النار. أبو بكر وعمر وعائشة وعثمان وأبو سفيان ومعاوية في الجنة، وأبو الرسول وأم الرسول وأبو طالب كافل الرسول في النار. ما في عقل عند هؤلاء السنة؟ فكروا، كتبكم اقرأوا مو كتبنا.